هوية بريس. القدرة الشرائية مدينة فاس كتعرف واحد تأثير بزاف، الناس مأثرين بزاف من هاد التوقيت اللي عطينا. بعد أول حاجة هو التوقيت اللي ما باغي حتى شي واحد، من التجار عندنا شهر رمضان المبارك السعيد، الخدمة عندنا كلها الأغلبية ديالها عندنا بالليل. دابا كنطالبوا السلطات وكنطالبوا الناس المسؤولين كما الله يديروا لنا شي حل لهاد القضية ديال الليل، لأن التجار كلهم ما موافقينش على هاد الشدان هذا بالليل. على الأقل واخا يعطيونا حتى واحد 3 سوايع، أقل ما يمكن حتى 3 سوايع، يديروا لنا ال 11 الليل كاع، حنا ما كنطلبوش أننا نبقاو حتى السحور معاهم، يعطيونا غير ال 11 الليل أخويا ولا 10 ونص نشدوا، أما باش نشدوا قبل المغرب ونبقاو الليل كله خاوي راه ما شي شويش عنده تأثير بزاف، والناس راه متبوعة أخويا والناس راه واكلة العصا، راه أكثر من العام هذا ديال كورونا أخويا والناس راه مأثرة بزاف، كاين أخويا اللي مسنيه الشكات ديالو، كاين الناس راه تأثرنا، حنا معلقين السيرو راه معلقيننا مازلنا السيرو. التاجر ديال مدينه فاس راه مسكين لا حول ولا قوه الا بالله عليه، والتجار كنظن التجار ديال المغرب كامل ماشي غير فاس، راه على الصعيد الوطني. دابا هاد الناس المسؤولين كنطالبوا منهم كما الله انهم يلقاو لنا شي حل الله يجازيهم بخير. دابا بالنسبه لك كتقول لي الحركه، دابا الناس ما خداماش، الناس جالسه، كيفاش الانسان ما كاينش القدره الشرائيه ضعيفه بزاف ضعيفه، عرفتي مع من كنخدموا مع الموظف شويش، والمدينه القديمه ما فيهاش الموظف، ما كيوصلهاش الموظف، لان المدينه القديمه كتكل على الحرفيين، على الناس ديال الحرفه. بحال هذا الوقت هذا في رمضان كان البيع والشراء وكنا بايعين مشارين مزيانين، هذا العام هذا بسبب هذا المرض وهذه المسائل هذه انتم كتشوفوا الحركه ناعسه، ما كاين لا بيع لا شراء لا والو، غير جالسين. والشكوى الله سبحانه وتعالى، ما بحال دابا هذا التوقيت اللي دايريننا ديال 8 الليل ما ملأمناش كاع. كنخدموا دابا كانت دير 7 د العشيه كتخوات الدنيا. كوصلات الماء كيقولوا شادين لنا الجوامع، ما كاين لا صلاه لا حتى شي حاجه، ماشي معقول. حتى الصلاه ما نصليو شي يا خوي، الله ياخذ الحق. شكوى الله شكوى الله شكوى الله. السلام عليكم، محسن المناعي بائع متجول. بالنسبه لهذا الحاله اللي دابا كنعيشوها وخاصه فاس المدينه العتيقه، كنلاحظوا بان كاين واحد الركود التجاري، ولا سيما في هذه الاونه الاخيره ملي لاحظنا بانهم سدوا علينا مع الوقيته ديال 8. يعني هاد الوقيته كان الصانع التقليدي كيوجد داك السلعه ديالو باش يخرجها في هاد 27، ولكن دابا بانهم سدوا علينا حال الظروف بينه وبين بانه يخدم ويوجد داك الكوموندات باش الناس ان شاء الله تعالى في 27 يكون عندها واحد الرواج اقتصادي. ولكن هذا الشيء اللي شفناه بان هاد الحكومه هادي يعني ما ماشياش للصالح ديال القطاع الغير مهيكل، لان هاد القطاع الغير مهيكل هو اللي كيكون الدعامه ديال النمو ديال الاقتصاد ديال المدينه القديمه. وكذلك الاشاره بان الصلاه ديال التراويح حتى هي تمنعات، يعني ما كاينش واحد يعني ساعد المكانه ماشي مشكل، وكنخلاوها يعني حتى التسعود، يعني 8 والثلث كتودن راه التسعود يكون الناس صلاه واللي قضى غرضه قضى. وهذه رساله للناس المسؤولين باش يحاولوا يشوفوا من الحاله ديال هاد الصناع التقليديين وخاصه القطاع الغير مهيكل. هوية بريس.